عايزين نعرف ما اسم الحيوان اللي موجود في الصورة. مصطفى. حمار الوحش. ده الحمار الوحش. اي متأكدين؟ لا. اي مش حمار وحش ده. لا حمار وحش. لا مش حمار وحش. مش حمار وحش. ها انا هو الوكاب. صح هو الوكاب. انا نفسي اتلخبطت قال لنا هو نصه من تحت حمار وحش. انا بحس انا ما شفتش. لا ركز بقى، انا قلت لك الاسئله هنا لازم تركز فيها في الصوره جدا. في ساعات صور بتخدع. تمام تمام. السؤال اللي بعد كده يبقى كده النقطه راحت ليه معاذ. السؤال اللي بعد كده عايزين نعرف اسم الاكله طبعا كلنا بنحبها. حواوشي. مصطفى. حواوشي. حواوشي صح يا مصطفى. السؤال اللي بعده عايزين نعرف العلم اللي جاي ده تبع اي بلد. اثيوبيا. اثيوبيا. اه بسم الله ما شاء الله عليك يا ابو عايز. انت بتعرف؟ انا نفسي ما كنتش اعرفه. اه والله يعني انا ما اعرفوش، انا اللون المكتوب اللي جابه انا عارفه. طيب السؤال اللي بعده عايزين نعرف اسم الحيوان. مصطفى. قنديل البحر. لا ده مش قنديل. انا في حد زمر هنا الاول قبلك. يقول فرس البحر. فرس البحر صح. طبعا. هو فرس البحر. القنديل مبقاش كده، القنديل ايوه ايوه بيبقى حاجه تانية. صح ايه ده. تمام انت كنت عارفه يا ياسين؟ عارف فرس البحر. طيب السؤال اللي بعد كده ركز يا عمار عشان انت ايه يعني على طول ايه الحق نفسك. مصطفى بيلحقك. السؤال اللي بعد كده عايزين نعرف اسم الاكله. ايه ده بقى؟ استنى مش هتجاوب. مصطفى. انا. انت اللي جاوبت صراحه. ياسين اللي عم. ياسين يبقى ياسين. رخم شويه. انت جعان يا ياسين؟ لا والله والله العظيم. لا يا ابني. امال ايه؟ طيب ركز. بص قول يا عمار. انا تاني واحد مزمر. الايه؟ انا تاني واحد مزمر. عديها لصاحبك. ماشي ماشي. عايز ايه؟ مسقعه. عايز مسقعه؟ طيب مسقعه. هي فعلا مسقعه. انت مالك خايف ليه؟ ياسين ما شافهاش عدل تقريبا. ازاي بقى فرق دي مسقعه؟ اصلا ما بتاكلهاش؟ لا باكلها. طيب يبقى معروفه المسقعه دي ولا اللحم مفروم. يلا السؤال اللي بعد كده عايزين نعرف العلم بتاع الدوله. اول حد زمر كان عمار. جيبوتي. هي فعلا جيبوتي. بس ما شاء الله عليك. وانا ما اعرفهاش والله. انا اكتر من علم مصر والسعوديه ما اعرفش. يعني هم دول انا اعرفهم يا راجل. السؤال اللي بعد كده عايزين نعرف اسم المهنه اللي هتظهر في الصوره. انا اللي اغني. ثانيه واحده ثانيه واحده ثانيه واحده. انا هنقول بامانه انتوا حاسين مين اللي زمر الاول؟ انا والله. لا والله انا. طب يبقى احنا اختلفنا. والله انا. يبقى الكنترول اللي يقول لي عشان ولا نظلم ولا احنا نظلم بعضين. اصل انا عن نفسي انا ما عملتش الاول برضه. طيب ياسين عشان ماشي انا خليها ياسين عشان حبيت ياسين. معلش ماشي خليها ياسين اخوك. ماشي عدها لك. تمام موافقين ناخد ياسين؟ موافقين. يا سلام على الراحه النفسيه. ظابط. ظابط. هي شرطي وظابط الاثنين واحد. تمام. السؤال اللي بعد كده عايزين نعرف المهنه بتاعه الصوره. الصوره تظهر لنا. مصطفى. نجار. انا سامع الصوت جاي من عند مصطفى. مهندس. مهندس. طب ما هنا كان في مهندس عايز يطلع. ماشي انت معاك. كنت عايز تطلع مهندس. طيب اهو شايف. بص مش شايف حاجات قد ايه. ركز. هي فعلا مهندس والنقطة تروح لمصطفى. السؤال اللي بعد كده أي دولة العالم ده؟ العالم ده بتاع أي دولة؟ لا ثانية واحدة. فعلا ما أنتوا عارفينها كلكم؟ أه فعلا؟ أه أنا دست. أنا اللي أنتوا كلكم دست. أنا دست. أنا اللي عملتها الأول. لا بس الأول كان عمار. والله أنا لا عمار. إحنا قلنا اللي هقوله هو اللي يمشي. تمام معلش مع بعضين. هو عمار او معاذ فعلا بس انا دست كده. معاذ. معاذ كنترول غير راينا كلنا. معاذ ايه؟ هولندا. قصدي بولندا. بولندا. لا بولندا. قول يا عمار. بولندا. لا ما هو مش بولندا. لا بولندا. بولندا. ايه والله ما بولندا. لا بولندا. بولندا.
بولندا. طب انا عشان نتفق بس انتوا كلكم عن بولندا؟ بلجيكا. لا بلجيكا. بولندا بولندا هي هولندا. طيب هو هو بولندا, بولندا العكس بتاع العالم ده. صح. عشان ما اسمع من غير حلفان عشان ما حدش يعرف. تمام. تمام ركزوا ولا اقولها لكم انا؟ لا سام وسع. هي بلد كندا. لا كندا مش كده خالص والله. اليابان. طيب طب ثانيه سام. هي بلد مسلمه. اندونيسيا. لا لا مش اندونيسيا. مش اندونيسيا. لا اندونيسيا. لا ما اعرف انا عايز اجابه. اندونيسيا. هي فعلا اندونيسيا. طب انت عرفتها ازاي؟ بس انت قلت بلد مسلمة حسيت. طب ما في بلاد مسلمة كتير قوي. لا لا انا حسيت هو تقريبا كان شبه ده. انا فاكر يعني شبه ده. هي فعلا اندونيسيا. السؤال الاخراني معانا ركزوا. ايه هم انا عارف هم هيجاوبوها ايه المصر بتاعتنا. طيب عايزين نعرف الاكل اللي هتظهر في الصورة. انتوا كلكم هتجاوبوها غلط. انا داش اكبر واحد. لا مش مصر. بأمان بأمان بأمان. طب هو مصطفى اللي زمر الاول هنشوف هيقول ايه. ايه زلابيا. طيب اديك قلتوها اهو. زلابيا. كوبيبه. لا هي هي هي, هي بتاعتنا احنا زلابيا. لكن اسمها حاجه غريبه. هي اسمها زلابيا عندنا في مصر. ايوه هي زلابيا. اسمها هي ليها اسم تاني. ثانيه اسمها غريب. لقمه القاضي. لقمه القاضي فعلا. وهي زلابيا صح. انا بقول لك هي زلابيا فعلا صح. تمام تمام تمام. وبكده نشوف الدرجات بتاعت الشباب الشاطرين اللي معايا النهارده. معاذ 3، عمار 2، ياسين 1، مصطفى 4. زمان الخير قد حان وقد صرنا به الان.